شايف ان مين ابرز اللعيبه اللي عملوا مستوى جيد في الماتشين اللي فاتت واللي فاتوا يعني مع الزمالك، والمفروض هيتم الاستعانه بيهم النهارده او هيبقوا اوراق رابحه في مباراه النهارده؟ زي ما قلت لك انا هيرا الزمالك عنده عناصر كتيره ما شاء الله دوليه وقد المسؤوليه، يعني انا شايفهم كلهم يعني سواء حتى الهداف دلوقتي اكرم يسري جايب 14 هدف مع سيف الدرع 8 اهداف والاحمر ويحيى الدرع 7 و7، يعني العناصر دي كلها ليها دور، لان كره اليد دلوقتي ما بقتش بتاعت اللعيب الواحد بس، بقت كل ما يبقى فيه لعيب واثنين وثلاثه على نفس المستوى هو ده اللي بيخلي الفرقه بتركز اكتر، بتدي ثقه في الجهاز وفي الفرقه نفسها. فاعتقد ان في كتير عناصر كتير جدا النهارده هيظهروا وهيبقوا قد المسؤوليه، لان المباراه زي ديت بتبقى لازم يبقى فيها تحضير نفسي اكتر من تحضير فني، لان ده ختام الدوري، فانت لازم على الاقل بتبقى انت مركز ان خلاص دي اخر مباراه هتكسبها، هتكسب الدوري، فانت لازم بتبقى كل تركيزك على انت هتعمل ايه سواء في مركزك او سواء انت بتساعد اللي جنبك، فهيبقى اعتقد ان الناس كلها هتبقى مركزه عشان يقدروا يحسموا لقاء النهارده. صحيح، علشان كمان تنزل بقوتك الضربه على قد ما تقدر، علشان زي ما حضرتك بتقول يا كابتن شريف انه النهارده خلاص ختام الدوري وتحقيقك للتارجت الاعظم على المستوى المحلي طبعا في الدوري.